هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة شرق ووسط وغرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي كثف قصفه للمناطق الشرقية لخان يونس ووسطها بأحزمة نارية، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية. كما دمرت طائرات الاحتلال مسجد عبد الله عزام غربي خان يونس جنوب القطاع. وفي السياق ذاته شن الاحتلال سلسلة غارات على القرارة شمال شرق خان يونس ودمر عددا من المنازل وعدة مساجد. قالوا في الأول اطلع الجنوب، الجنوب آمن. لقيتها بقول لك اطلع الجنوب وروح على سينيا، وهذا كلام أفضل من فاضي. لا طالعين ولا نازلين، هاي المطرح قاعدين، ايش بدهم يعملوا يعملوا. احنا شردنا من الشمال، وطبعا قبل ما نيجي هن لمستشفى نصر توجهنا لكذا مكان في غزه، فيش مكان امن في غزه، رحنا على الشفا ورحنا على المدارس ورحنا على السويدي ورحنا عند يعني قرايبنا وش زي كده، بس ما فيش ولا مكان امن في غزه. واليوم احنا في خان يونس وطلبوا منا نتوجه لرفع. طب ما هم وين مكان في خان يونس في رفع في الدير في اي مكان بقصفوا؟ يعني ما فيش مكان امن، حتى رفح مش امن. طب هاي القصف شغال وين مكان؟ وبعد ما جابونا كمان من غزه على خان يونس برضه قصروا في خان يونس، ما فيش مكان امن هان لا في الجنوب ولا في غزه. انا من المنطقه الحدوديه شرق خان يونس، واجينا وعملنا خيمة هنا وقعدنا فيها، وقالوا لنا هدنا ورجعنا على دورنا، وبعدين يا عم قالوا لنا استأنفنا الحرب على الجنوب ومش عارف ايش، وين رجعنا وجينا قعدنا هنا. احنا مش قادرين نطلع، لا رايحين على رفح ولا جايين هنا. الذبح في رفح امبارح 50 شهيد في رفح في اول 10 دقائق. رفح فيها موت، خان يونس فيها موت، في كل مكان في موت. وين نروح؟ الموت في كل مكان، حياخدنا. احنا هينا قاعدين هنا يا عم وصامدين وصابرين لحديت ما الله يقولنا وين ايش اللي يصير فينا.